ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك لختام هذا الاسبوع. نجلة اباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباحك خيرات وايامكم سعيده. صباح الخير نور ورنا، ويجعل ايامكم دائما خير، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين. اليوم 28/10، يعني 28 تشرين الاول، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا طبعا ما زالت في اماكن عطارد للسفر والاوراق، متقدما في برج الميزان، المريخ للحماس والطاقه ايضا في برج الميزان. هلا الحقيقه هو هذا سبب انه مولود برج الحمل الجدي السرطان اموره ما كانت كثير مرتاحه الشهر الماضي، باشرت الامور تحسن، بس بدكم لسه لبدايه ال11 لتشعروا انه في تحسن حقيقي، وان شاء الله تبلش الاخبار الايجابيه تكون عندكم. طبعا ما زالت الزهره في برج القوس عم بيخلي مواليد برج العذراء، الجوزاء، الحوت كمان امورهم ما كثير الاريح. كمان هلا 3-4 بالشهر رح تغير مكان الزهره، رح تدخل على برج الجدي وتبلش تحسن لكم اموركم. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عم يشتغل جاهدا ليرتب اموره، اعصابه هادئه، عم بيمشي اموره مثل ما بده، عم بيقدم نقاشه، قناعاته، قناعاته للاخرين. يوم هو الحقيقه للاجتماعات، للقاءات، للسفر اذا وضعك يسمح، لتعمل شيء قصه جديده وايجابيه من القرارات. يعني انا بشوفه يوم جيد انت تتقدم في امورك، والاخبار مطمئنه. برج الثور اللي مو عاجبه العجب ولانه مرتاح، ما بعرف في عنده صلو من امبارح لليوم شيء قالوا، وعد لم ينفذ، اشياء هيك عم يسمع عنها اخبار مو كثير مريحه، عم تتعارض وجهة نظرك مع وجهة نظر الآخرين، هذا عم بيؤدي لجزء من صدامات. ما بعرف، أنا بقول إنه في شيء ما كتير مرتاح فيه مولود برج الثور، يمكن جدل ببساطة مع الآخرين. على كل أنا نصيحتي لك هاليومين ثلاثة بالذات، اقبل بما هو موجود، وما سمعت ما شفت ما لي خبر. عزيزنا الجوزاء اليوم عم بيحاصر مشاكله بالتفاؤل، يوم يعتبر جيد لمصالحات، لحركة، لنشاط، لخيارات تسعدك، لتنهي مشكلة ربما أنت تعاني منها، في نوع من أنواع المساعدات حواليك، أو نوع من أنواع السعادة، أو أصدقاء، أهل، شخص بيحبك. يعني الفترة جيدة للحركة، للنشاط. أبداً ما بظنه الجوزاء قاعد لحاله اليوم، غالباً يعني رايح على سوق، مدعو، مناسبة، دعوة، كل واحد حسب وضعه، رايح على شغله، عم بيشوف ناس كتير. نظم أمورك المالية مولود برج السرطان، لأنه الأمور داخلة على شهر قادم جيد. والحقيقة أنا بشوف حتى الشهر الماضي ليس سيئاً مالياً، بس الدخل كان عم بيروح بزواريب، يمكن في شيء صحي، يمكن في شيء من المتطلبات العائلية. يعني أنا بشوف الأمور ما أنا سيئة مالياً، بس محتاجة أنك ما تصرف مولود برج السرطان أكثر مما يجب. وإذا أخذت، يعني إذا أردت تأخذ مني نصيحة، لاحق أمورك بنفسك، ما تسلم أمورك لغيرك مالياً. أنا عم بقصد يوم للمدح المعنوي لعزيزنا مولود برج الأسد، يوم فيه قصة عاطفية يمكن جيدة، فيه جهات مساعدة محبة لمولود برج الأسد، أنت تقضي وقت جيد بحياتك. اليوم القمر ببرجك، والأسبوع القادم كله يعتبر الأسبوع الأفضل لك، ربما تكسب أي قضية تريدها. يوم فيه سفر، فيه هيك ثقة بنفسك، بالحياة، بالآخرين، تسوي خلافات وتمتلك معنويات مرتفعة، أنت تزداد مولود برج الأسد قرب من أصدقاء. مولود برج العذراء، قم بإصلاح أخطائك. ما بعرف، في بعض الحساسيات، أو يمكن عم تشعر ببعض السلبية، أو عم بتصعد خلافات، أو في حدا عم بيحاول يعطلك أمورك كلام لا تعني. أنا بشوفه يوم للعتب بامتياز، من الصبح شاطر عم بيعاتبك، أو أنه أنت عم تتضايق من بعض الأمور اللي ما كتير عاجبتك، ويمكن تشعر حالك لوحدك بطريقة ما. عزيزنا مولود برج العذراء، ما في شيء سيء، ابتداء من بداية الأسبوع القادم رح يكون بقى بلشت أيام حظك، بالذات مالياً. الشهر القادم طبعاً يفترض يعتبر الأفضل مالياً. الأمور إيجابية لمولود برج الميزان، يوم أنت منفتح على من حولك، عم تنطلق بديناميكية، بأشخاص جدد، ناس عم ينسجموا معك. هو هاليومين ثلاثة للاجتماعات المريحة
بامتياز، جايك ضيوف، انت رايح مسافر، عم تستقبل ناس، عم تتعرف على ناس جدد، عم تسمع لهجة مختلفة عن لهجتك. الميزان عم بيلم الشمل بهي الفترات وعم بيقرب من ناس صار له زمان ما شافهم. يعني كمان وارد انه القصص اللي انه تطلع لك حدا من الماضي تتذكره بهي الفترات. الحقيقه انا مرتاح العقرب، وبيني وبينكم انا بعتبره من بين 12 برج هو الاكثر تعبا. مولود برج العقرب في نوع من انواع الشجارات او نوع من انواع المشاكل او اخطاء غير مقصوده او نوع من انواع المسؤوليات، ربما اجتماعيا ربما مهنيا. في حدا ضاغط عليك مولود برج العقرب، يمكن تهمه باطله، يمكن خيبه امل، يمكن شجار يرتفع صوتك فيه. الحقيقه يومين ثلاثه كلهم منهم الافضل، فيعني لا تصطدم بمن حولك قدر المستطاع. مولود برج القوس يوم حظك لتتوضح امامك الرؤيه، على الاقل لتفهم شو عم بيصير. وانا برايي وقت التغيير الى الافضل قد حان، يعني هلا الايام الجيده بقى في اهداف او مهام ممكن توصل لها، في تفاؤل رح يرافق حياتك، في ابتسامه عم بتزين وشك، عم تستحق الحصول على ما تريد. وهي الايام ايام جيده لك، يمكن كاخبار عاطفيه على فكره، يعني انا بشوف هاي الفتره لتمتين علاقاتك بمن حولك. عزيزنا مولود برج الجدي اليوم مدح، تأييد، مساعدات، أفكار جيدة، نوع من أنواع الدعم، نوع من أنواع القرارات بمعونة المحيط. أحد الأيام الإيجابية ليكون عندك أفكار، لقاءات، قصص مالية بالغالب. إذا كان على بالك القصص المالية فاليوم عم تقبض، عم تدفع، عندك روح متفائلة ومصممة على النجاح، واليوم أشخاص ممكن تدعم مسيرتك. عزيزنا مولود برج الدلو، تأجيل، تأخير. الحقيقة أنت تحقق أكبر نسبة من النقاشات مولود برج الدلو، أو تدخل صدامات لإقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك ويا ريته عم يقتنع. أنا برأيي إنه في شيء أسرتك، مكان عملك، أصدقائك عاملي لك بعض المضايقات، وهي الأيام للتأجيل أو للانتظار أو لصدامات محتملة مع الآخرين. عزيزنا الحوت اليوم الأمور لإله العلاقة بأنه متعب، مضغوط، شغله كتير، مسؤولياته طارئة، محتاج للراحة، هو نفسه ينام 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 ينام، يرتاح يرتاح، لكن للأسف اليوم شغلك كتير، حتى أنت بعيد عن التسالي، حظوظك قليلة وعملك كتير، ومثل ما قلنا مزاجك مو كتير رايق. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 28، واتمنى له السعادة، كائن متملك بيسعى دائما انك تسعد معه، ما تمل منه، ما يمل منك، شوي موسوس، شوي شكوك، طيب طبعا، حنون، من الاشخاص اللي عنده ذاكرة فولاذية، اذا ألمته رح يتذكر، واذا عطيته رح يتذكر، ما رح ينسى لك اياها ورح يكافئك عليها. شخص مرتبط بعائلته، بصداقاته، بذكرياته، ببيته، مخلص، محب للعمل، يدخر اموال، متوازن، حدسه عالي، اعصابه بارده، نوبات غضبه قليله ولكنها عنيفه. طبعا السنه سنه كثير مهمه لانك تملك القدره على الدخول بجديد، غالبا وجود الشمس ببرجك، هلا الزهره ببيت المال عم بيخلي غالبا في عندك قرارات ماليه داخله بهي الفترات. وعلى كل انا بعتبر السنه بالمتبقي منها ايجابي، صحيح ممكن يكون ما كثير للتغيير، بس لا، الامور بالمجمل ايجابيه وجيده. رسائلكم اكيد على 18:45 من اي موبايل داخل سوريا. شاديا من مواليد 91، شاديا مضى الافضل من هي السنه بالمتبقي منها، لانه الحقيقه الشهر شهر ونص الماضيين كانوا الاكثر تعبا، هلا الاشهر القادمه لا، مختلفه كثير وافضل. انا برايي اخر شهرين بالسنه واول شهرين بالسنه الجاي حاملين تغييرات جديه وجذريه، ممكن بارك لك عليها اذا اراد رب العالمين. نور 97، يسعد اوقاتك يا نور. نور سنه حظك بالمتبقي منها، ومثل ما قلنا انه مواليد برجك يعني برج السرطان هو ما كان مرتاح بالشهر شهر ونص الماضيين. ما تنسي كمان انه انت برج الثور الصيني،
اللي كمان هالأربع شهور القادمة غالباً لتغييرات مفيدة ومفرحة. موسى، أمورك جيدة يا موسى، بس إذا عم نحكي عن تغييرات فرح تكون السنة القادمة وليس هذا العام. آيات، مواليد 2000، أحد أفضل الأعوام لك على الأقل بالمتبقي منا وليس اللي راح، لأنه صار لك أنا برأيي شهرين ثلاثة مو مبسوطة يا آيات. هلأ لا، بلشت بقى في بوادر إذا أراد رب العالمين. دنيا، بنت غفران، أمورك إيجابية وجيدة بهالشهرين اللي جايين يا دنيا، وعندك سنة مهمة أنا بشوف بالعمل. هلأ إن شاء الله يكون بالعواطف كمان إذا عندك رغبة، بس أنا بشوف العمل هو الأفضل كتغييرات. أنا عم بحكي دنيا. أمل 98 عم تسألني مع محمود، حتكرهيني أمل، لستي في العلاقة الأفضل يا روحي، لستي في العلاقة الأفضل. مع ذلك أنا ما بشوفها لا العلاقة الأفضل صينيا ولا غربيا، يعني أنا بقول ادعي الله يقدم فيه الخير، أكيد رب العالمين أعلم بالخير مني ومنك. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. وتضلي بخير. شكرا كثير لك يا نجلة، يسعد صباحك. شكرا كثير لك مدام.